الآن ننتقل لنتحدث عن المجال التكنولوجي ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جولات متعددة جابت المحافظات الفلسطينية تتحدث عن تقديم المعلومات، تبادل الخبرات والمعرفة بين المهنيين والتقنيين والطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جولة طالب خبير في الجامعات الفلسطينية في المحافظات المختلفة، تخبرنا عنها أكثر زميلتنا زينة المصري في هذا التقرير. للعام الثاني على التوالي، جولة طالب خبير تجوب الجامعات الفلسطينية نقلاً للمعرفة وتبادلاً للخبرات والمهارات بين العاملين والطلبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. باقة من الخبراء تواجدوا خلال الجولات التي تنظمها لقاءات نابلس التقنية في المحافظات الفلسطينية بالتنسيق مع 6 جامعات فلسطينية، ليقدموا الإجابات على تساؤلات واستفسارات الطلبة حول سوق العمل ومتطلباته. يوم أمس حطت رحال الجولة في جامعة النجاح الوطنية لتكون الجامعة 5 التي يزورها الخبراء والتقنيين من أجل تعريف الطلبة بأهم المهارات التي يحتاجونها في سوق العمل وتسليط الضوء على أهم البرامج والتطبيقات المعمول بها في الشركات. الخريج الجديد غالبا بياخذ معلومات نظريه من الدكاتره خلال خبرته، صحيح بياخذ لاب ماتيريال، بياخذ يعني تطبيقات عمليه بسيطه جدا، لكن ما عنده النظره العامه لسوق العمل، متطلباته. حاليا احنا في مفتوحين، سوق عمل مفتوح تماما لاوروبا وامريكا، حتى في الايست في الشرق. هدفنا انه نوصل فكره المتطلبات من الشركات العالميه وتمهيدها للطلاب. طبعا الطلاب راح يستفيدوا، هدفنا كمان انه الطلاب يشتغلوا على حالهم، يطلعوا شو الشركات العالميه والمتخصصه في مجال الكمبيوتر ساينس والكمبيوتر انجينيرنج، شو مطلوب منهم يعملوا، لشو يحضروا حالهم، شو التكنولوجيا الجديده المطلوبه في السوق، ياخذوا عنها نبذه عامه. برضو انه يعني يشوفوا احنا كشركات نتعامل مع شركات برا، شو المطلوب من الموظف الجديد الخريج انه يمثل حاله، كيف يدخل بقوه الى سوق العمل، كيف يثبت وجوده مع شركات عالميه وكبيره، كيف ينافس شركات كبيره جدا في اسرائيل في اوروبا من السوق الفلسطيني. هذه الجولات تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للقاءات نابلس التقنية الهادفة إلى بناء مجتمع تكنولوجي معرفي يقوم بأساسه على صقل شخصية الطلبة الخريجين من أجل الحصول على كفاءة أعلى عند خروجهم لسوق العمل. جولة طالب خبير من أهم الجولات، محور تركز أنه إحنا نعرف الطلاب فعلياً شو اللي بيصير بالشركات، كيف جو المقابلات بيكون، شو الأسئلة اللي بنسألوا عليها. إحنا عارفين أنه الجو العلمي البحث اللي بياخدوا بالجامعة بياخدوا بس نولج أو معلومات، هذا شوي بيختلف عن اللي بيصير بالشركات أو اللي بيصير بالمقابلات فعلياً. وبالتالي إحنا بنجيب عدة خبراء أو سينيرز من عدة شركات، بيجوا هدول السينيرز وبيعملوا مقابلة قدام الطلاب، بفرجوهم شو الشغلات اللي ركزوا عليها، شو الشغلات اللي بنسألوا عليها، كيف يعملوا مراجعة أو تحضير للمقابلة، كيف يحضروا السيرة الذاتية لإلهم، كمان كيف تكون شخصيتهم وخلينا نقول طريقة تعبيرهم بالمقابلة، بالإضافة لعدة محاور تانية من ضمنها إحنا بنناقش خلينا نقول كيف الطلاب ممكن اللي بسنة ثالثة أو ثانية أو رابعة حتى وما خلصوا، كيف ممكن يركزوا على المواد بطريقة تأهلهم إنهم يفهموا أكثر ما إنهم يحفظوا. ما يزيد عن 100 طالب وطالبة تشاركوا المعرفة وتشاطروا التجربة برفقة مجموعة من المتحدثين أصحاب الخبرة والاختصاص، نقلوا لهم تجربتهم في سوق العمل، أخبروهم عن الصعوبات وكانوا لهم المرشدة والدليل. الإيفنت صار قبل سنة، سمعت عنه، كان له صدى كتير رائع من الحضور واللي نظموا الإيفنت، قديش كان مفيد. من وقتها أنا صار عندي حب أني أحضر الإيفنت، للأسف كان شوية ظروف ما قدرتش أحضر، بس الحمد لله كرروا الإيفنت كتير استفدت منه. يعني أنا هلأ ضايل نص الإيفنت، بس أنه كتير كان الإيفنت مفيد وبطلع أني أكمل هالإيفنت الرائع. أنا سمعت عن لقاءات نابلس التقنية وطالب خبير من خلال فيسبوك، وكان الإعلان بتضمن مجموعة من المتحدثين بهذا اللقاء، من ضمنهم من شركات مختلفة، شركة عسل، شركة إنفينيت ييرز، والأشخاص اللي كانوا بدهم يحكوا عن طريقة السي فيز تاعتهم وهيك، فالواحد بتشجع انه يجي ويسمع منهم، هم ناس خبيرين وعندهم فكره كيف الواحد ممكن يجتاز اي مقابله، كيف ممكن شو سوق العمل بتطلب عشان الواحد يزيد من مهاراته
المتطلبة، فعشان هيك أنا تشجعت إني أجي اليوم وأحضر اللقاء وأخذ يعني خبرة منهم وأقدر أستفيد بشكل جيد عشان الواحد يشوف سوق العمل شو بتطلب. أجينا اليوم لحتى نعرف كيف نكتسب الخبرة، كيف نطور حالنا، وكيف نكتسب أشياء، يعني كيف نتعلم أشياء إحنا مش رح نأخذها في الجامعة ومش رح ندرسها في مساقاتنا. تضمنت الجولة حلقات نقاش وعرض تجارب ومحاكاة لمقابلات العمل خضع لها أحد الطلبة أمام الحضور من قبل ممثلين من بعض شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة. جرى فيها توجيه الأسئلة لهذا الطالب وتسديد إجاباته وفقا لما تتطلع له وحدة التوظيف في الشركات، وذلك من أجل تجهيز الطالب الخريجي لسوق العمل بكل ما يحتاجه لعله يصبح بعد ذلك خبير. لهوان الوطن، زين المصري. نتشكر زميلتنا زين المصري على هذا التقرير وعلى هاي المعلومات يلي صحبتنا فيها للجولة يلي جابت 5 جامعات فلسطينية. كانت جامعة النجاح الوطنية 5 والجامعة 6 سوف تكون في الأيام القادمة جولة تحاول جسر الفجوة ما بين النظرية والتطبيق، ما بين ما يشاهده الخريج بعد خروجه لسوق العمل وبين ما يحتاجه الطالب داخل أروقة الجامعة. جولة طالب خبير في الجامعات الفلسطينية يحدثنا عنها عضو في لقاء نابلس التقنية المنظمة لهذا الحدث صلاح العاصي وأحد الطلبة المشاركين في هذه الجولة أحمد هواشي. سعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صلاح، نبدأ معك، تحدثنا عن جولة طالب خبير، جولة للعام الثاني على التوالي، كيف بدأت فكرتها؟ جولة طالب خبير بدأت في سنة 2014. أول شيء كنا إحنا لامسين أنه في عنا يعني ضعف في إمكانيات الطلاب في لما يتخرجوا، إنه لما يروح يقابلوا للشركات وهيك، فإن إحنا فكرنا إنه كيف ممكن إحنا نفيد هذول الطلاب اللي بتخرجوا يعني، وكيف ممكن إنه نجيب يعني إنه الفجوة اللي بين الخريج وبين الشركات، الإشي اللي بتطلبه الشركة، إنه كيف يعني نعمل جسر بينهم وإنه نوصل هذا الطالب للشركات هاي. فيعني حكينا مع الطلاب وحكينا مع مجموعة شركات، هلا وحاولنا إنه نجيب مجموعة شركات من سوق العمل يكون يعني عندهم خبرة طويلة في المقابلات وفي الأشياء هاي، وبيعرفوا شو الضعف اللي موجود عند الطلاب، وجبناهم شو بتحتاج الشركات كمان بالضبط، شو بتحتاج الشركات، شو الضعف الموجود عند الطالب اللي هو أصلاً لازم يكون موجود عنده لما يجي يقابل أو لما يجي يعني يقدم لوظيفة معينة. فأول شيء بلشنا في جامعة النجاح بال 2014، وكان كتير الإيفنت ناجح، وكان في عدد يعني بفوق 120 شخص أو طالب خريج، ومن كمان الغير خريجين كمان اللي هم سنة أولى وثانية، وكان كتير الإيفنت ناجح، وكان يعني في انطباع جيد، وإحنا حاولنا إنه ننقل هذه الفكرة يعني لجامعات تانية. ومعك أحمد، أنت كنت طالب نشيط على مدار سنوات دراستك، أكثر من مرة كنت ضيف عندي في الأستوديو لتحدثني عن مجموعة من ورش العمل اللي بتخصكم كطلاب في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، لكن جولة طالب خبير شو بتحدثنا عن شيء مختلف لقيته فيها؟ جولة طالب خبير من اسمها يعني جد رح يكون اللي بده يجي يعطينا المعلومة هو شخص مميز، اللي هو طالب الخبير اللي هو أخذ النظرة تبعت السوق. نظرة السوق مش موجودة عندنا في الجامعة، والجامعة ما بيعطي فيها غير الدكاترة والناس اشتغلوا على الشغل النظري. فالطالب الخبير هو شخص اشتغل في السوق زي ما حكينا، واشتغل بزنس واشتغل وأخذ وجهة نظر الشركات في السوق. فإجنا لنا هاي الخبرة وحكالنا شو بدهم الشركات، بدهم 1 2 3 حتى نقدر نمشي في السوق بدون أي مشاكل. وهون بيجي دوركم كمنظمين للحدث، بأنكم أنتم تختاروا فعليا الشركات اللي رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، قطاع علوم الاتصالات المختلفة، وكمان يكون عندهم هاي الخبرة الكافية اللي فعلا تلامس احتياجات الطلاب. صحيح، احنا يعني منروح على شركات يكون في عندهم مثلا، عندنا شركة عسل مثلا، شركة اكزلت، شركة انفينيتيرز، هذول الشركات يعني عندهم اقل شيء يعني 50 موظف وطالع، يعني في عندهم كل سنة بيكون في عندهم زيادة في عدد الموظفين، ودائما في عندهم ناس
يعني تستقبل طلبات توظيف وبشوفوا شو الضعف الموجود عندهم وشو الأشياء اللي ممكن إنه تكون يعني إنه لو كانت هاي عند الطلاب كان إحنا كان ممكن أخذناهم وأشياء زي هيك يعني. وكمان طبيعة الأمور اللي بيتم نقاشها في هذا اليوم التدريبي عن أسئلة المواظفة، أسئلة المقابلات التوظيف، السيرة الذاتية شو لازم تكون، هاي الأشياء قد أنت بتشعر إنه أنت بحاجتها لأنه هي مش موجودة ضمن المساقات أو الخطة التدريسية؟ هي طبعا من أهم شيء للطالب. ليش؟ لأنه هي الانطباع الأول للشخص لما ينزل على السوق، فلما يكون الانطباع الأول أحسن شيء فبتكون الشركة بتندهش الشخص وبتحكي أنت ما شاء الله عنك وبتعطيه أول خطوة لإله وأول دفعة لإله. فلما تكون أول دفعة لإله كشخص بنفسية مرتاحة ببلش بطاقة إيجابية جديدة في سوق العمل، بالتالي هو بيتحفز. وهون كمان يعني صراحة أنت خط التجربة هاي بأنك كنت طالب في يوم من الأيام وتخرجت وطلعت وخضت تجربة المقابلات ويمكن أخطأت أول مرة ويمكن كان في هاي المجموعة من التوترات اللي موجودة. فاليوم أنت بعد ما تخرجت شو بتشعر بالحاجة اللي فعليا كانت ماسة وأنت ما أخذتها واكتشفت أنك أنت بحاجتها بعد ما تخرجت؟ هو الحقيقة أنا كنت أشتغل قبل ما أتخرج، يعني أنا كنت خاضض هاي التجربة في البداية من أنا يعني سنة أولى تقريبا جامعة، لأنه كان في عندي هدف واضح أنه أنا بدي أخرج من الجامعة أكون أصلا أنا في عندي خبرة. بس معظم الطلاب ما في عندهم هذه الثقافة، لأنه مثلا أنه هو بدرس أنه يحاول يوجد وقت فراغ أنه يقدر يتعلم فيه إشي جديد، وانه يعني في فجوه ما بين انه الواحد يكون طالب جامعه وبين انه يكون طالب مدرسه. بخرج من المدرسه الواحد بيكون مش عارف شو بده وفكر انه الجامعه زي المدرسه، انه بدل صف 12 صار صف 13 هلا. بس هاي الفكره انه احنا بنحاول احنا في طالب خبير انه احنا نسدها في انه يعني انت هلا صرت طالب جامعه بتقدر تتعلم منك لحالك، في عندك شيء اسمه التعلم الذاتي، الجامعه بتحطك على اول الطريق تعطيك اشياء بسيطه من كل الاشياء، فانت اذا بدك تتخصص بدك تروح على شركه معينه ما راح يشغلوك بكل شيء تعلمته في الجامعه، فانك انت راح تتخصص في شيء واحد راح تاخذ خبره فيه. فهلا في البدايه هم لما يفوتوا الطلاب على مقابلات العمل طبعا هو بيكون مفكر انه هو خلص الشهاده اخذها معناها بده يروح يتوظف مباشره بالضبط، فهو فعليا بيكون يعني عنده نقاط في بحر، يعني مجموعه نقاط بس من بحر كبير واسع في مجال العمل، ما بيعرف هو اصلا وين رايح، يعني بتلاقيه بدب على كل الوظائف اللي بتكون لكل وظائف الشركات اللي بتقدمها، يعني الوظائف اللي بتقدمها الشركات في هذا القطاع، بس هو ما بيكون فعليا عارف وين بده يروح. فانه يعني هاي الفكرة اللي احنا بنحب نوصلها يعني في وهذا الشيء لمسته احمد، يعني بما انك انت شاركت بهذا اليوم التدريبي وحضرت الساعات من بدايته لنهايته، شو الشيء اللي توقعت انك تلاقيه بقلب هذا اليوم ولقيته او ما لقيته بغض النظر شو كانت اجابتك؟ كانت نظرتي للطالب خبير هي زي ما حكيتي انت انها البريدج، ان هي الجسر تبعنا حتى انها تنقلنا من الواقع النظر الواقع العملي، وفعليا اجت في المكان الصح وموجود هذا الخلل عند كل الطلاب في كل الجامعات. فكانت فعلا هي في لما اجى اول مره على جامعه النجاح حكوا ماشي الطلاب استفادوا، طب ليش ما نفيد الطلاب البقيه؟ فراحوا عند الجامعات الثانيه وكمان نفس يعني حققوا الهدف تبعهم، والطلاب وانا زي ما انا اكيد استفدنا من الـ كيف لازم تنكتب السي في، شو التعليقات اللي عليها اللي لازم تنقم، وكمان ايضا شفنا انه عملت مقابله كمحاكاه للمقابله اللي فعليا بتصير خلال التوظيف. صحيح. فهذا يمكن كسر الحاجز، مع انه فعليا اللي كانوا عم يعملوا المقابله هم الناس ليوم من الايام سوف يقابلوهم في احدى الشركات اذا هم لجؤوا لها. صحيح. هلا هو الطالب احنا خصوصا عملنا شغله المقابلة هاي مشان نحاكي شو الأشياء الأخطاء اللي بوقع فيها الطالب أو المتقدم لهاي الوظيفة، شو الأخطاء اللي بوقع فيها خلال المقابلة وشو الأشياء اللي كان أصلاً لازم يحضر لها وهو ما حضر لها، شو الأشياء اللي بتطلع عليها صاحب العمل أو الهيومن ريسورسز اللي بيكون واقف عنده أو يقابله، فمنشان ما يوقع فيها خلال مقابلته هذا الطالب اللي حضر هذا الإيفنت
يعني بيكون عنده معرفة وبيكون عنده معرفة مسبقة في الإشي اللي أصلاً هو رايح يعمله ويقدمه. يعني هاي كانت النسخة الثانية من جولة طالب خبير. بنتمنى للأعوام القادمة بأنه تكون في عنا أشياء زيادة، إضافات أخرى للجولة لحتى فعلياً تلمسوا احتياجات الطالب أكثر وتستفيدوا أنتوا كمنظمين للحدث من هذا، أيضاً التبادل مع الزملاء لكم في مجال العمل. صحيح، احنا طبعا في هاي السنه حاولنا انه بعد ما طلعنا من يعني في فيدباك كثير كويس كان في جامعه نجاح في 2014، حاولنا نعمم هاي التجربه على جميع الجامعات او في جامعات الضفه. احنا طبعا اخذنا 6 جامعات، رحنا اول شيء على الجامعه الامريكيه وعلى بيرزيت وعلى البوليتكنيك وعلى بنروح على ابو ديس، وجينا على جامعه النجاح كمان مره. حاولنا نعمم هاي التجربه لانه اصلا كثير كانت ناجحه، واحنا شفنا انه فيها كثير فائده. كل الطلاب كانوا يحكوا انه يعني احنا ضيعنا كثير سنين في يعني سنتين لثلاثه، واحنا مش عارفين احنا عمالنا ندرس مش عارفين شو بدنا نعمل بعد التخرج، فانتوا حطيتونا برضو على اول الطريق وكان هذا الشيء كثير كويس. يعني احنا بنتمنى لكم كل التوفيق من ثمن جهودكم ايضا كمبادرين في هذا البوتقه الجميله من العمل الشبابي بهاي الروح التطوعيه. وتشكرك احمد لوجودك معي تكرارا في هوانا الوطن، كل مره بتجيب لنا موضوع جديد بنتحدث فيه عن الطاقات اللي موجوده عند الطلاب. بتمنى لكم كل التوفيق، بتمنى لكم نهار سعيد. شكرا شكرا لكم.